بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعزائي الطلبة والطالبات، نبدأ اليوم الحلقة الخامسة من مقرر إدارة المشتريات والمخازن، تخصص إدارة الأعمال. ولقد توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع الشراء بالكمية المناسبة، وقمنا في تلك الحلقة بتعريف ما هي الكمية المناسبة، وكذلك ما هي النتائج السلبية التي تترتب على الشراء بكمية أكبر من الكمية المناسبة، وكذلك ما هي النتائج السلبية التي تترتب على الشراء بكمية أقل من الكمية المناسبة. اليوم سنستكمل هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى، حيث نتعرف على أهم الطرق الكمية التي تستخدم لتحديد الكمية المناسبة من الشراء. ولدينا في حقيقة الأمر عدة طرق، لعل من أبرزها الطريقة الرياضية والطريقة البيانية والطريقة الحسابية. في هذه الحلقة سيكون لدينا بعض الأمثلة العملية أو الأمثلة الكمية، وبالتالي سيكون لدينا بعض المعادلات، وسوف نقوم بتناول هذه الجزئيات بشيء من التأني حتى يتم استيعاب هذه المعادلات بشيء من الأفضلية والجودة. فيما يتعلق بالطريقة الأولى، وهي كما أمامنا على الشاشة، سنجد أن الكمية الاقتصادية للطلب هي أفضل كمية يمكن شرائها في كل أمر توريد، وعندها تتعادل التكلفة الإضافية للخدمات الشرائية، أو كما يطلق عليها تكلفة أوامر التوريد أو الشراء، مع تكلفة الاحتفاظ بالمخزون. وعند هذه النقطة، أي الكمية الاقتصادية للشراء أو الطلب، يكون مجموع التكلفتين معا أقل ما يمكن. وتستخدم المعادلة التالية لحساب الكمية الاقتصادية للطلب، وسنجد أن لدينا معادلتين. المعادلة الأولى هي كاف تساوي الجذر التربيعي ل 2 نون واو، أي 2 ضرب نون ضرب واو تقسيم ميم ضرب عين، حيث أن كاف ترمز إلى الكمية الاقتصادية للشراء أو للطلب، ميم ترمز إلى التكلفة الإضافية السنوية للتخزين كنسبة مئوية، واو ترمز إلى التكلفة الإضافية للخدمات الشرائية عن كل أمر توريد، نون هي إجمالي الاحتياجات السنوية من الصنف أو من المادة، عين هي سعر الوحدة. إذن مرة أخرى نقول أن لدينا شكلين أو معادلتين يمكن استخدامهما لحساب الكمية الاقتصادية للطلب وفقا للطريقة الرياضية. المعادلة الأولى كاف تساوي الجذر التربيعي ل 2 ضرب نون ضرب واو تقسيم ميم على عين، وقد أشرنا إلى المعنى المقصود من كل رمز من هذه الرموز. أيضا يمكن حساب الشكل الآخر للمعادلة في حالة إعطاء تكلفة التخزين للوحدة كرقم محدد بالريال بالدولار بالاسترليني بأي عملة، إذا وليس كنسبة مئوية كما في المعادلة السابقة، فتكون المعادلة المستخدمة لحساب الكمية الاقتصادية رياضيا على النحو التالي: كاف تساوي الجذر التربيعي ل 2 ضرب نون واو، وبالتالي سنجد أن البسط أو الجزء اللي أعلى علامة التقسيم لم يتغير، هو كما كان في المعادلة السابقة 2 ضرب نون ضرب واو، وأيضا في هذه المعادلة 2 ضرب نون ضرب واو. المقام هو الذي اختلف، كان هناك ميم مضروبة في عين، هنا سيكون في تلك المعادلة زي، حيث أن كاف ترمز إلى الكمية الاقتصادية للشراء أو الطلب، واو ترمز إلى التكلفة الإضافية للخدمات الشرائية عن كل أمر توريد أو شراء، نون هي إجمالي الاحتياجات السنوية من الصنف، أما زي فهي تكلفة تخزين الوحدة في السنة كرقم محدد وليس كنسبة مئوية. إذن التغير فقط هو أن المقام كان في المعادلة السابقة كما نرى هو ميم ضرب عين، وبالتالي نسبة مئوية، التكلفة التخزين نسبة مئوية مضروبة في سعر شراء الوحدة.
أما في النموذج الثاني الذي أمامنا الآن فسنجد أن تكلفة التخزين للوحدة في السنة يعطى كرقم محدد وليس كنسبة مئوية، ولقد رمزنا له بالرمز زي. وكما أشرنا من قبل فإن الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء يمكن استخدام 3 طرق لحسابها: الطريقة الجبرية أو الرياضية، وهي التي أشرنا إلى المعادلتين السابقتين الذين تناولناهم الآن، ثم الطريقة الحسابية أو كما يطلق عليها الطريقة الجدولية، وأخيرا الطريقة البيانية. وسنلاحظ أن الطريقة البيانية ما هي إلا تطبيق فعلي للطريقة الحسابية أو الجدولية. للتعرف على كيفية استخدام الطرق السابقة الجبرية والجدولية والبيانية في حساب الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء، سنتناول بعض الأمثلة وذلك على النحو التالي. المثال الأول: بفرض أن الاحتياجات السنوية لأحد المصانع من صنف معين تبلغ 18,000 وحدة. 18,000 وحدة دي احتياجاتنا السنوية، وأن التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد تبلغ 20 ريال عن كل أمر توريد، يعني عن كل أمر نطلبه من المورد نتعامل معه، نقوم بالاتصال به، نقوم بمتابعته، سنجد أن تكلفة كل أمر توريد 20 ريال، ويصل متوسط تكلفة التخزين للوحدة إلى 2 ريال في السنة. والمطلوب حساب الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء بالطريقة الجبرية. إذا نظرنا إلى هذا المثال سنجد البيانات المتاحة على النحو التالي: الاحتياجات السنوية من الصنف 18,000 وحدة. 18,000 وحدة، وهي ما تمثل بالنسبة للرموز المستخدمة في المعادلات الرمز نون. أن التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد تبلغ 20 ريال عن كل أمر توريد، وهي ما يرمز لها بالرمز واو. أما فيما يتعلق بمتوسط تكلفة التخزين للوحدة فقد أعطيت في هذا المثال كرقم محدد وليس كنسبة مئوية، حيث كانت 2 ريال في السنة. وبالتالي سنستخدم المعادلة الثانية من المعادلتين اللتان تم الإشارة إليهما منذ لحظات بسيطة، ومن ثم تكون المعادلة المستخدمة في حل هذا المثال هي كاف تساوي الجذر التربيعي 2، دي ثابتة في القانون، نون هي الاحتياجات السنوية من الصنف وهي مقدارها 18,000 وحدة، ضرب واو التكلفة المتعلقة بإصدار أمر التوريد أو أمر الشراء وهي 20 ريال لكل أمر شراء أو توريد، تقسيم زي وهي متوسط تكلفة التخزين للوحدة بالريال. تكلفة متوسط تكلفة التخزين للوحدة في السنة بالريال وهي 2 ريال. وبالتالي سنقوم بضرب 2 في 18,000 ضرب 20 تقسيم 2، سيكون إجمالي هذا الرقم يساوي الجذر التربيعي ل 36,000. عندما نريد من خلال الآلة الحاسبة إخراج هذا الرقم من تحت الجذر التربيعي سنجد أن كاف أي الكمية الاقتصادية للشراء أو الطلب تساوي 600 وحدة. إذن الكمية الاقتصادية لهذا المثال تساوي 600 وحدة، وبالتالي يتم الاتفاق مع المورد على أن يقوم بتوريد في كل مرة أو في كل طلبية عدد وحدات يساوي 600 وحدة. طيب إذا أردنا أن نحسب التكلفة المترتبة على هذه العملية سنجد أن لدينا نوعين من التكلفة: التكلفة الأولى هي تكلفة التخزين، وتكلفة التخزين تساوي متوسط المخزون ضرب متوسط تكلفة التخزين للوحدة في السنة. مرة أخرى سنقول أن تكلفة التخزين تساوي متوسط المخزون ضرب تكلفة التخزين للوحدة في السنة. متوسط المخزون هو كاف تقسيم 2، ثم نضرب القيمة في زاي وهي تكلفة تخزين الوحدة في السنة بالريال.
الكلام ده نجد انه يساوي الكاف تم حسابها في الخطوة السابقة بتساوي 600 وحدة ضرب تكلفة تخزين الوحدة في السنة بالريال، وهي من ضمن المعطيات أو البيانات الخاصة بالمثال تساوي 2 ريال تقسيم 2. هنا في هذه الحالة سنجد أن 600 ضرب 2 تقسيم 2 تساوي 600 ريال. النوع الآخر من التكلفة هي تكلفة أوامر التوريد أو الشراء، وتكلفة أوامر التوريد أو الشراء تساوي عدد أوامر التوريد أو الشراء ضرب تكلفة أمر التوريد الواحد. مرة أخرى أعيد هذا القانون، أن تكلفة أوامر التوريد تساوي عدد أوامر التوريد في السنة مضروبة في أو ضرب تكلفة أمر التوريد الواحد. وبالتالي إذا أردنا حساب عدد أوامر التوريد في السنة سيتم حسابها بتقسيم نون على كاف، أي الاحتياجات السنوية من الصنف مقسومة على الكمية المطلوبة في أمر التوريد أو الشراء الواحد، أي 18,000 حجم الاحتياجات السنوية تقسيم 600 وحدة اللي هي الكمية التي تم حسابها وهي الكمية الاقتصادية ضرب 20، سنجد أن القيمة في هذه الحالة تساوي 600 ريال. الحقيقة من الملاحظ كما ترون أن تكلفة التخزين تساوي 600 ريال، تكلفة أوامر التوريد تساوي 600 ريال، وهذه الجزئية تناولناها عندما أشرنا إلى القانون المستخدم في الحل بأن الكمية الاقتصادية للشراء يتحقق عندها نقطتين. النقطة الأولى أن تكلفة التخزين تتساوى تماما مع تكلفة أوامر الشراء أو التوريد، ومن ثم وجدنا أن تكلفة التخزين تساوي 600 ريال وتكلفة أوامر التوريد أيضا تساوي 600 ريال. إجمالي التكلفتين معا التخزين وأوامر التوريد تساوي 600 ريال زائد 600 ريال تساوي 1200 ريال. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، بفرض أن الاحتياجات السنوية لأحد المصانع من صنف معين تبلغ 1200 وحدة، وأن التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد تبلغ 10 ريالات عن كل أمر توريد، كما تبلغ التكاليف الإضافية للاحتفاظ بالمخزون نسبة 12% من قيمة متوسط المخزون في السنة، وكان سعر شراء الوحدة 5 ريالات. طبعا سنجد أن هذا المثال بياناته وفقا للرموز التي تم استخدامها من قبل هي على النحو التالي: الاحتياجات السنوية وهي ما نرمز لها بالرمز نون تساوي 1200 وحدة في السنة، التكاليف الإضافية لإصدار أمر التوريد هي 10 ريالات عن كل أمر توريد وهي ما نرمز لها بالرمز واو، تبلغ التكاليف الإضافية للاحتفاظ بالمخزون نسبة 12%، أي أعطيت تكلفة التخزين هنا كنسبة مئوية، وبالتالي سنستخدم المعادلة الأولى من المعادلتين اللتين تم الإشارة إليهما سابقا، حيث كانت نسبة التكلفة الإضافية للتخزين 12% من قيمة متوسط المخزون، وكان سعر شراء الوحدة 5 ريالات. والمطلوب في هذا المثال التوصل إلى كمية الطلب الاقتصادي أو الكمية الاقتصادية للطلب أو الشراء باستخدام الطرق الثلاث التي أشرنا إليها، وهي الطريقة الجبرية أو الحسابية والجدولية ثم الطريقة البيانية. سنبدأ حل المثال على النحو التالي: أولا الطريقة الجبرية أو الرياضية، كاف تساوي الجذر التربيعي لاتنين نون واو تقسيم ميم ضرب عين. مرة أخرى، كاف تساوي الجذر التربيعي اتنين نون واو تقسيم ميم ضرب عين. طبعا يلاحظ هنا أن المقام الموجود تحت الجذر هو ميم ضرب عين، أي النسبة المئوية مضروبة في سعر شراء الوحدة من الصنف، وبالتطبيق على بيانات المثال سنجد أنها تساوي 2 كما هي لأنها موجودة في القانون كما أشرنا من قبل، احتياجاتنا السنوية نون
1200، يبقى 2 ضرب 1200 واو هي تكلفة أمر التوريد أو الشراء الواحد، وهي كما بالمثال 10 ريالات. أما المقام فكان على النحو التالي: النسبة المئوية اللي هي ميم 12%، أي 12 من 100، 12% أي 12 من 100، ضرب سعر شراء الوحدة الواحدة من الصنف وهي 5 ريالات، تساوي الجذر التربيعي ل 40 ألف وحدة. ال 40 ألف وحدة تخرج من تحت الجذر ب 200 وحدة، وبالتالي سنجد أن الطريقة الجبرية عندما قمنا باستخدامها أعطت أن الكمية الاقتصادية للشراء وفقا لهذه الطريقة تساوي 200 وحدة. أما فيما يتعلق بالطريقة الثانية وهي الطريقة الحسابية أو الطريقة الجدولية، فسنجد أن لكي نقوم باستخدام هذه الطريقة يتم ذلك من خلال جدول يتم حساب عدة عناصر به، من خلال تكلفة التخزين وكذلك تكلفة الطلبيات، ثم نقوم بجمع التكلفتين معا، وعند النقطة التي يتحقق عندها أقل تكلفة إجمالية ممكنة تكون هي الكمية الاقتصادية للشراء. مرة أخرى أقول بأن الطريقة الحسابية أو الطريقة الجدولية تعتمد على كما هو أمامنا جدول يتكون من 5 أعمدة. العمود الأول هو الكمية، العمود الثاني عدد مرات الشراء، العمود الثالث تكاليف إصدار أوامر التوريد، العمود الرابع تكلفة التخزين، العمود الخامس التكاليف الكلية المتمثلة في جمع العمودين الثالث مع الرابع. إذن من الملاحظ على هذا الجدول ما يلي، ما نحدده الآن ملاحظات على الجدول: رقم 1، أن العمود الأول يمثل الكمية، أي الكمية التي يجب شراؤها في كل مرة من المورد، وهذه الكميات وفقا لهذه الطريقة نقوم نحن بافتراضها، بمعنى أن الأرقام المتمثلة تحت هذا العمود 50 ثم 100 ثم 150 ثم 200 ثم 300 ثم 400، هذه الأرقام نحن نقوم بافتراضها. العمود الثاني وهو عدد مرات الشراء، كيف نحسب عدد مرات الشراء؟ عدد مرات الشراء تساوي حجم الاحتياجات أو إجمالي الاحتياجات السنوية من الصنف تقسيم الكمية، أي تقسيم الرقم الموجود في العمود الأول. وإذا استرجعنا معا بيانات التمرين سنجد أن حجم الاحتياجات السنوية هي 1200 وحدة. مرة أخرى هنعود إلى المثال أهو، سنجد أن حجم الاحتياجات السنوية 1200 وحدة، وبالتالي سنقوم بتقسيم ال 1200 وحدة على الكمية التي سيتم شراؤها وهي ال 50 في كل مرة، ستكون عدد مرات الشراء في هذه الحالة 24 مرة. تكلفة أمر التوريد أو الشراء الواحد 10 ريالات، إذا ضربنا العمود الثاني 24 ضرب 10 ريالات ستكون تكاليف إصدار أمر التوريد أو أوامر التوريد 240 ريال. أما فيما يتعلق بتكلفة التخزين اللي هي العمود الرابع، تكلفة التخزين كما أشرنا من قبل يتم حسابها من خلال متوسط التخزين أو متوسط المخزون ضرب تكلفة التخزين للوحدة، وبالتالي نجد أن متوسط المخزون هو الكمية التي لدينا الآن في العمود الأول 50، وبالتالي يجب أن نقسم 50 على 2 فيكون متوسط كمية المخزون 25، ثم نقوم بضرب 25 في ميم و
كما القانون لدينا ميم وعين، وهي النسبة 12 من 100 ثم ضرب 5 اللي هي 5 ريالات، وبالتالي سنجد أن تكلفة التخزين بالنسبة للكمية الأولى 50 تقسيم 2 ضرب النسبة وهي 12% ثم 5، فتكون القيمة 200، القيمة 15 ريال. إذن تكلفة إصدار أوامر التوريد الآن عند الكمية الأولى أو الفرضية الأولى كانت 240 ريال، تكلفة التخزين كانت 15 ريال، إجمالي التكلفتين معا تساوي 255 ريال. الكمية الافتراضية الثانية وهي 100 ريال. 100 ريال في هذه الحالة سنقوم بتقسيم الاحتياجات السنوية وهي 1200 على 100، فيكون عدد مرات الشراء 12. تكلفة أمر الشراء الواحد لدينا 10 ريالات، هنضرب ال 12 اللي هو عدد مرات الشراء ضرب 10 ريالات، فيكون التكلفة 120. أما فيما يتعلق بتكلفة التخزين فإنها ستكون متوسط كمية المخزون أي 100 تقسيم 2 ضرب ميم عين أي النسبة 12% ضرب تكلفة أو سعر شراء الوحدة وهو 5 ريالات، فتكون القيمة في هذه الحالة 30 ريال. عند جمع ال 120 مع ال 30 ريال ستكون التكلفة الإجمالية في هذه الحالة 150 ريال عندما تكون الكمية 100 وحدة في المرة الواحدة. سنتوقف أعزائي الطلبة والطلاب عند هذه النقطة، وسنكمل المثال بمشيئة الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.